السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد. تجربة لعبة حارس الحدود، أو تقدر تسميها محاكي الجمارك. قبل 3 سنين يا شباب لعبت الجزء الأول تقريبا من اللعبة، يعتبر نفس فكرة اللعبة، بس اللهم الفرق كان على حارس الحدود جالس على مكتب لو تذكرون، ونسمح للناس الدخول الدولة. طبعا يجونك مهربين، يجونك هذا تصيدهم، لكن اللعبة هذه فيها تفاصيل أكثر. صراحة تحمست يوم شفت التريلر، مثل ما تشوفون فيه رمي، فيه هجوم، فمتحمس جدا لتجربة. نقول بسم الله. اللعبة هذه ما بنساها ليها، بسبب أن أول مقطع يوصل في قناتي 10,000 أو 15,000 مشاهدة بسبب هذه اللعبة. طبعا هذه كانت لحظة مميزة ما تنسى في القناة. الله يرزقنا هالمقطع يوصل 20,000. فلا تنسون اللايك يا شباب، ونقول بسم الله. أكريستا 16/04/1981. أوه تتعبني اللقطات السينمائية. أمس نزلنا لعبة المحاكي الحرامي. وكب يقول إيه صح صح يا ولد، وصلنا الحدود. شوف هذه ترقص كوشاتك. وقف خلنا نشوف سيفون. وربي ولا كأنه يشوف أحد. ما أدري إيش المقصود من اللقطة هذه، إن يعني إيش الفكرة اللي يبون يوصلون إياها. في ناس مقطوعين ونسحب عليهم. نفس المقدمة، بس اللهم أذكر الجزء هذاك. أوكي وصلنا بالسلامة. المزيون هذا وصلنا، الله يعطيك العافية. إيش فيه هنا؟ أوكي ما في شيء. قلت يمكن في أغراض لي ولا شيء. حياك الله، الله يعطيك العافية. يقول لي ينتظرك القائد هذا. طبعا أمس نزلت محاكي الحرامي، ونفس الشيء ما شاء الله، يعني تعجبني الألعاب اللي تدمج شوية لقطات. تشون بوابه يا شباب؟ أنا ما أشوف والله إلا هناك بوابه. أوكي هلا والله. أوكي رحب بي. طيب ليه تشرح بالسبيكر؟ ديوتي فولدر. أوكي نروح ناخذ ديوتي فولدر. أوكي يقول لي شيك على سيارة وكل المعلومات، الاسم، تاريخ الانتهاء، والجواز، والصورة. لعبات يا بالحلال، نعرف سواليف هذه كلها. خبرة 3 سنين في المواضيع هذه. كينغدوم أوف إيريكا، أنواع السيارات، وين ممكن يزبن شو اسمه المهربين، وين يزبنون. هنا رقم الجواز والصورة. وش عندنا؟ عندنا هنا التاريخ 16/4/81، والساعة. في شيء ثاني؟ بس تقريبا ما في شيء. طيب الحين نبتدي الشغل، نرحب الأشخاص. شفت الفرق يا شباب؟ أول في مكتب كذا وخلاص يجون طابور ونستدعيهم، الحين اتطور الوضع. شوف الحدود كيف تفاصيل الجميلة فيها، وين السيارات؟ ما شاء الله في 3 سيارات بانتظارنا، وعندي فلاش بنفسجي وأبيض. حلو، صباحك الله بالخير. شوالك. طيب كيف نستدعي أول واحد؟ والله الأحمر ما يطمن، بس انفايت نكست. أوكي حياك يا راعي المرسيدس. يا مرسيدس الله، وين يا طيب؟ انا واقف هنا. ارجع يا اخي. بتسكت انت ولا هات اوراقك. طيب هذا اسمه، نفس الشيء ماتش. حلو الحين سهلك الموضوع انك تضغط في المكانين. اوه تظهر له علامه العيون، هذا اذا كنت تعبان مثلا. الاوتوماتش هذا ما بيظهر نتيجه مضبوطه، فلازم اني اروح اريح. اوكي اموره في السليم. انسبكت ريبورت. طيب الحين هذا التقرير، الاسم خلاص، الامور كومبير، ما في خطا فيه. لازم اني احط له خطا كذا. اموره في السليم الرجال يا اخي، واول واحد لازم يعني نمشيه. فاليد ديت. صبر ما اشوف 82 هنا. هذا نصب واحتيال، كانت ماتش. اوكي حصلنا فيه مشكله. رقم الجواز ما فيه اشكاليه، بس انتهاء الجواز غير متماثل، فهذا العيون اللي تنقص. طيب الحين وشلون نعطيه الرفض؟ Should you let him in؟ لا طبعا. Denied. ارجع من حيث ما جيت. راح مزور الاي دي. ارجع صح اليوتيل. افا ليه يا الربع؟ شفتوا في فرق في التاريخ؟ تعال اللي بعده. تعال that was not good call، يعني اخطيت يا اخي. وقف انتوا الفصع هذه. معليش
اوكي يقول هذا مش من نفس الدولة فلازم تكون عنده فيزا دخول او شيء زي كذا. اوكي الاسم الطابق مس ماتش. اوه اي والله دبليو هنا وفي هنا. شوفها هذا 11 يا اخوي في اختلاف واضح وجاي هنا للعمل. اقول اذرف اذرف مفروض. اخ نسيت ما احط لها ريبورت اللي بعده. بس هذا واقف وش يسوي؟ بس مساعده. هذا زلف. اوكي the driver did not meet the requirement to enter. اوكي شو الزلف هذا اللي مغطي وجهك؟ انزله؟ ما يمدل انزله. رفض. حطيت لكم السبب. اوه ما في رشاش انا ولا شيء. اللي بعده بس اذرف شيفه هذه. الاب الاحمر هات الاوراق. اوه معصب. خذها بس ارجعها. صاحي انت صاحي؟ ها؟ طيب واضح ان شارب هذا. يوفيز البرخ ناشوناليتي. واضح ان هذا ما يخصه بالتواريخ اللي موجوده هنا. المهم انه مش متجاوز الواحد وثمانين. منتهي هذه وهذا منتهي اكسبايرد 81. احنا عام 81. الاسم واضح انه متطابق والباسبورت نمبر برضه متطابق مع هذا. يلا قل لي يلا قل لي اكسباير ديت. صورته نفسه دناي ولا واحد يدخله اليوم. منتهي واضح ما في احد باقي. الحين بيحاسبوني على اليوم الظاهر. لا دعمني دعمني والله كان بيوقف. خلنا نشرب لنا شيء. اوكي هذا اموره تمام. هروح اريح ولا بارتمنت. يقول لي راح اريح جبت العيد اليوم في اثنين خطة تقريبا. حاطنا مشروب يا ابوي اقسم بالله تعبنا. ريست ياخذنا غفوه. اول يوم سيء الصراحه. انا توقعت ان الجواز والبيلدينج مينتيننس فيكل سيرفيس اند سالري. اوكي اثنين صح واثنين غلط وعندي شويه مصاريف. المهم ان اللي صار لي اليوم 15 دولار. تعلم نتعلم يا شباب وظيفه جديده. خبره 3 سنين قطعتها شوي فلا بد انها حبه حبه. هذا شخص ثاني الحين جاي يدربنا. الحين يبدا يعلمنا على التهريب. انفورميشن بورد. اوكي اوكي يقول لي عندك اثنين عصابتين دائما يهربون لدولتنا اكسروف ما ادري ايش اسمها. الاول يقولون امس ما وقف في نقطه التفتيش واحتمال انه يرجع اليوم 0181. اوكي والثاني هذه ما في اي معلومات بس اللهم درايفر عمره 46 46 و0181. نشوف. تعال. هو نفسه راعي المرسيدس هذا حق امس ولا لا شخصيه جديده هذه. معليش والله معليش. هو يقول لي ان هذا هو الشخص. شلون عرفت؟ من عمره يمكن؟ تقريبا اي شيء و40 عمره هذا. 37 مواليد 37 احنا 81. 81 ناقص 37 سلمك الله 43 44 بس ما كان مكتوب 41 قبل شوي. الاسم ما فيه اشكاليه. المهم انه مهرب. 82 شوف هذا اوكي 82 بعد 81 فالامور طيبه. جوازه ما هو بمنتهي فنمشيه من هالناحيه ولكن نطلب منه النزول. شوف هذا خيار جديد. اوكي يقول استخدم الفلاش لايت. اوه نفتش السيارة. اوكي يقول جيب سكين عشان تقص المكان هذا. ايوه اي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله اللحية الغانمة. مهرب يا وسخ. ما مدري اقول له شيء. كوكايين. شوف هلينا يا اسكوبار. اوه مرات تكون مزبلينها في اماكن ثانية. يقول لي بعض الاحيان حتى الفلاش لايت ما يجيب لك. ما شاء الله. مزبلنا في الماكينة. تعال تعال يا وسخ تعال. وين مزبن بعد؟ ما عندنا شيك تواير؟ عشان ما ينحاش عشان ما ينحاش. وين الاماكن بعد؟ يمدينا تحت الموتر نشيك؟ ما يمدي. الدبه. تعال انت تعال، كيف نسوي لها رست؟ تعال تعال تعال. تعال انا افدائك تعال. كم فلوس؟ حط في السجن. استمتع يا عزيزي، هذا الكرسي وهذا سريرك. والسطل هذاك حمامك. طف النور عشان تنام.
والمراقب جالس هنا يدخن وكوفي ويكتب الرسائل والتقارير وش جالس يسوي هذا. المهم زنزانة صغيرة مرة. طيب هنا ايش؟ هذا المخزن، هذا المخزن حقي كوكايين، كله كوكايين هنا. اوكي هذا اللي صدته الحين، المفروض انه يعطوني اليوم راتب طيب، فلوسي صفر. يا طيب شل الموتر وخره، وش ينتظر هذا؟ وي جالس يدخن، طير السيارة. اوكي يقول لي اكسس وهامر، دقيقة جالس يعلمني على شيء ثاني. اوه جاب لي ما شاء الله ادوات، جاب لي اياها سكين ما تكفي ما شاء الله. حلوين حلوين، بس باقي تعطيني الفرد. تعال تعال يا قلبي، والله جيت في وقت غلط انا. هلو كمان، هلو هلو هاتت. والله بيتعبنا الباص هذا. سيدار ددوري، اوكي اموره تمام. اي 8 هدية 5 هدية اوكي. هذا منتهي، والله هذا منت لا جون، لا احنا في شهر 4، هذا جون شهر 6 اوكي اموره طيبة. الصورة لا الصورة نفسها، والجواز ينتهي شهر 9 سبتمبر. امورك طيبة يا صاحبي، انت اول شخص ادخله، بس والله ودي افتش للامانة يعني لو تسمح على السريع. اوكي ما في شيء، امورك السليمة يا صاحبي، علاش خوفناه؟ هو يمدينا ننزله. خلنا نشوف، التفت. اوه خلنا نشيك، يمكن مزبن شيء هنا ولا هنا، مستحيل يعني يزبن شيء هنا، بس ما تدري. خلاص يا الغالي، اول شخص نوافق عليه، توكل على الله. راي الباص اصلا من اول ما جاء قال لي كوماندر ما ادري ايش كذا، يعني الاحترام واضح. حياك الله، والله اني خايف يقولون لي انك مهرب شيء. تعال خبيبي فكوني عليه، فكوني فكوني عليه. والله ما قدرت اجيبها يا شباب، تعال اقسم بالله لا اشدد عليكم، والله هلا بالاسود. Good morning. بس كلمة وغطاها، ما في هذا اللي يتفلسف كذا كوماندر ما كوماندر، والله لا امسك اغسل. انزل 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 قبل لا اشوف جوازك. ايش مهرب هذاك؟ ايش الغلط؟ يا ريت انك اكتب لي وش الغلط. تعال تعال انا عندي تنبيهات هنا. عمره 46، ممكن هذاك كان عمره 46؟ لا تناظر انا. يو ارستد. امزح امزح. صامولة صامولية هادية اموره تمام. رقم الجواز اوكي، هذا عمره 41. يا ريت ان العمر مكتوب هنا، يعني ما يحتاج ننقص هذا من هذا والسالفه الطويله هذه. طيب ينتهي شهر 12 وهذا ينتهي شهر 7. والله يا صاموله امورك في السليم صراحه، مع انه ما يبين عليك كذا، رياضي وطاقيه العصابات وموتر العصابات توماس شلبي. ادري احس في شيء غلط يا اخي في السالفه، والله ادري ليش كذا موترك نظيف بزياده يا اخي، معليش يعني لو تسمح. فلاش لايت ما جاب لي اي شيء، ولا هنا ورا. ابروف يا رجال ابروف، روح يا توماس شلبي توكل على الله. سكر بابك بعدين هذاك انا لا تنسى. اوكي هذا اموره تمام، بيرفكت انسبكشن، اعطاني 100، عوضني مكان 100 اللي راحت. هذا غماره واضح انه مهرب شيء. شوف النغمه اللي اشتغلت، نيو كامر. اوه يقول لي لازم يعني، استهبل هذا. انزل انزل رويك ايش اللي لازم يعني، انزل انزل صفط. هليله ودي اسوق الموتر والله، هذا واضح انه جايب لي تعال تعال خلنا باراستو شيبكا بيج مستيك. كلبش اول شيء. طيب بشوف بس وش مهرب. كريمنال ارستد كوركت هذا، بس كان ودي اشوف الموتر، يمكن حط لي اياه؟ لا ما حط لي، انا خفت اني افتش ولا شيء ويطلع سلاح لان ما فتشته. الكحول يا رجال، الكحول بس افتح افتح. هذا وش فايدته هذا؟ صراحة ما يسوى عليه على الكحول. تعال تعال وين جالس؟ تعال 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 تعبان هذا، نظف نظف الموتر. في كورس كوماندر، الخطر الوحيد الباص. شو المخلل هذا؟ ونريح.
ديلي كوست بيلدينج مينتيننس فيهيكل سيرفيس. ويا ساتر صرنا بالسالب يا شباب، واحد صح واحد غلط بس، ورواتب ثلاثة اشخاص علي انا 75 ليه، وصيانه ثلاثة صيانه. صيانه وش يقصد فيه؟ السيارات اللي انا اكسرها وانا افتش يعني. طيب شوف اليوم الثالث، ثالثه ثابته هذه ما بمشي الا الصحيح. ماريسو يرجونك فور رايد، هو ننقل السجين. اوكي بناخذ واحد من السجين نوصله. اوكي وانت في الطريق اشتر بعض الامور اللي تحتاجها في الشغل. اي هذيك سيارة الشرطة. طيب خلنا نروح نكلم السجناء اللي راح ننقلهم. ايوه هلوين موف تو ذا وات تشيك ستورج. اوكي اتوقع يباني انزل الاغراض اللي معي احطها في السيارة، بضايع المهربة اللي صدناها. اوكي نطلع معاهم ولا نركب قدام؟ والله يا انهم مغبوني مني، شوف النظرة ودهم يخبزوني هنا. اتوقع يباني اركب هنا او اني اسوق. تكفى خلنا نسوق. او نفتح الباب. احنا وين هنا؟ بوليس بيس. احنا هنا بنروح هنا. طيب طيب ما عليك شغل مو. يا سلام اركب. والله لا امشي الظاهر ما حد دقيقة دقيقة اسكر الباب، على بال انه بيجي معي. عمرك لا جيت. السلام عليكم. اوه شغلت ال او الفلة يا ستارت انجن. طف 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 الازعاج، خلنا نستطرب. لايتس اون كما يحتاج نهار. في شيء ثاني بدنا نغيره؟ يلا السلام عليكم دعواتكم. الله طيب انا ما ادري صراحه وين انا. على العموم بنختم هنا يا شباب، اتمنى ان اللعبه نالت اعجابكم. لا تنسون لايك واكتبوا لي رايكم في اللعبه اذا ودكم تشوفون التكمله. شكرا من تسمين القناه، وشكرا موصولكم من دعمني بلايك كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.